فينيزيا جانوا الدور الايطالي سيري اي الجوله 26 وين كانت مباراه اللي نقولوا بلي كانت مباراه في القمه، مباراه اللي تلعبت على يعني تلعبت على جزيئات صغار، يعني وين شاهدنا فينيزيا وين توماس وين سجل الهدف في الدقيقه 13، شاهدنا كيلاب اللي عدل النتيجه في الدقيقه 30 في الشوط الاول. يعني كانت مباراه نقولوا بلي مباراه اللي كانت في القمه، مباراه اللي تلعبت من اجل يعني نقولوا بلي كانت متكافئه. شاهدنا كيفاش زانيتي المدرب تاع فينيزيا اللي دخل بخطة 3-4-2، واحد شأنه كيفاش اسكندر المدرب تاع جانوا اللي دخل بخطة 4-3-1-2، يعني كل مدرب وكانت عنده النظرة تاعو، كل مدرب وكانت عنده يعني نقولوا بلي كانت المباراة مباراة اللي كانت تلعبت على جزيئات، شأنه كيفاش نايكي في الحيرة قلنا فينزويلا سيرجيو اللي كان في الحراسة اللي لعب دور كبير، شنا كباش بيتر، شنا ماتيا، شنا مايكل، شنا إيتان مايكل، شنا دومين، يعني ماتيا لويس توماس، لكن بدون جدوى رغم التغييرات يعني اللي دارهم المدرب تاع فينيزيا، لكن شنا كباش وين جانوا يعني أندريا يوهان نيكولا سليفان يعني ستيفانو نيكولا كذلك ميلان ماتيا كاليب مسجل الهدف ألبرت، يعني وين تلعبت نقولوا بلي تلعبت على جزيئات صغار المباراة. هذه هي الجولة الستية جانوا الدور الإيطالي سيري أي وين انتهت المباراة بهدف لهدف، فينيزيا هدف جانوا هدف في الدور في الجولة 26 الدور الإيطالي السيري أي.